السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأوفياء. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نتكلموا على النزال اللي غادي يجمع ما بين المغربي جمال بن صديق والخصم ديالو ريكو فيرهوفن يوم 23 من هذا العام اللي هو 2021 في الأمسية اللي غادي تكون منظمة بمدينة إيرنهايم الهولندية. لكن قبل هذا الشيء كامل ما تنسوش تشجعونا بزر لايك باش نستمروا دائما في الجديد. ريكو مؤخرا قال على ان النزال هو متاكد انه غادي يفوز به 100%، فهذا الشيء اللي صرح به احد القنوات الهولنديه. ولكن ما قاله ريكو يبقى مجرد كلام، لان جمال بن صديق غير بزاف من الطريقه ديال اللعب ديالو مقارنه بالطريقه اللي لعب بها كونتر ريكو فيرهوفن. فباش تاكدوا من هذا الكلام اللي تنقول غادي نشوفوا جميع هذه اللقطات. Fighting tonight out of Brasilia, Brazil. Please welcome once again Guto. نحن تنعرفوا ان مثل هذه النزالات كتلعب على جزئيات بسيطه جدا. دابا غادي نرجعوا بكم اللور شي شويه للبطوله اللي نظمتها غلوري واللي قاتل فيها جمال بن صديق ثلاثه ديال النزالات في ليله واحده، وقدر باش يربح بنجامين اديغبوي في النزال الثالث بيد واحده فقط. فهاد الليلة نقدروا نعتبروها الليلة ديال التحول ديال جمال بن صديق من شخص يعتمد على القوة البدنية والاندفاع ومحاولة الفوز على الخصوم قبل الجولة الثالثة قبل ان ينهار بدنيا. ولا رجعنا لجميع الخسارات ديال جمال بن صديق كنلقاو السبب ديالهم هي اللياقة البدنية. لكن في ديك الليلة بالضبط بان جمال بن صديق انه كان موجد خصوصا على المستوى البدني، واستطاع باش يلعب ثلاثة ديال النزالات ويربحهم في ليلة واحدة. كنظن ان بهالطريقة يعني الاقتصاد وعدم استنزاف الكثير من الطاقة خصوصا في الجولات الاولى يقدر جمال بن صديق باش يفوز على ريكو فيرهوفن، وكذلك التاكتيك ديال مايك يفوز على التاكتيك ديال مدرب ريكو فيرهوفن داينيس. وانت كمتابع كيفاش كتوقع الطريقة اللي غيدخل بها جمال بن صديق كونتر ريكو فيرهوفن؟